وإلى متابعة أخبار اتحاد الكرة. حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة الثلاثاء المقبل موعداً لاجتماعه الذي كان مقرراً الخميس الماضي قبل تأجيله، وسيتم خلال الاجتماع حسم عدد من الملفات المعلقة على رأسها شكل مسابقة الممتاز به الجديد. وكان اتحاد الكرة أعلن أنه يفكر في إقامة الممتاز به الجديد من 18 فريقاً على أن تهبط باقي الفرق إلى الدرجة الأدنى، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من الأندية. ويحسم اتحاد الكرة قراره نهائي الثلاثاء المقبل سواء بتطبيق الشكل الجديد للممتاز به الموسم المقبل أو تأجيله للموسم بعد المقبل. يستأنف منتخب الشباب مواليد 99 بقيادة حمادة صدقي اليوم معسكره التدريبي بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، ويؤدي الفريق تدريباته اليومية على ملعب مشروع الهدف. وخاض المنتخب مؤخرا مباراتين وديتين في بورسعيد أمام ليبيا استعدادا لمواجهة السنغال في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب والتي تستضيفها النيجر العام المقبل. ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الشباب إلى السنغال مساء الثلاثاء المقبل لخوض مباراة الذهاب في السنغال، على أن تعود إلى القاهرة يوم 13 من مايو الجاري.